بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي وأعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. ودرسنا اليوم بعنوان طرح عدد مكون رمزه من 3 أرقام على أكثر من آخر أكبر منه بدون إعادة التسمية. أوجد الناتج. تذكر ما عزيزي الطالب، 264 زائد 522. حاول عايز الطالب أن تضع الأرقام تحت بعض حتى تسهل لك عملية الجمع. ونضع الأحاد تحت الأحاد، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات كما ترى أمامك. ونقوم بجمع 4 زائد 2 يساوي 6، 6 زائد 2 يساوي 8، 2 زائد 5 يساوي 7. بلغ عدد زوار المتحف العلمي في يوم السبت 357 زائرا، وفي يوم الأحد 234 زائرا. بكم يزيد عدد زوار يوم السبت عنهم في يوم الأحد؟ لاحظ هنا عزيزي الطالب أن كلمة يزيد تعني أننا سنجري عملية طرح. هنا موجود عددان في المسألة التي أمامنا، العدد 357 والعدد 234، أيهما أكبر؟ أحسنت يا بطل، العدد 357 أكبر. إذن نقوم بوضع العدد 357 في الأول، ثم 234 في الصوب الثاني، بينهما علامة الطرح. عايز الطالب انظر إلى الشكل الذي أمامك. لقد قمنا بتجميع قطع دينيز نمثل بها العدد الكبير. العدد الكبير هنا 357. قمنا بتجميع 7 قطع من الوحدات تسمى وحدات من قطع دينيز، وقمنا بتجميع 5 أعمدة من العشرات و3 من المئات. لاحظ هنا أن المئات عبارة عن تجميع 10 عشرات تساوي 1 مئة. ثم نقوم بحذف العدد الثاني 234 من 357 كالآتي. نقوم بحذف 4 وحدات أو 4 قطع من دينيز من العدد 7، يصبح أو يتبقى لدينا 3 قطع. نذهب إلى خانة العشرات، نقوم بحذف 3 أعمدة من العشرات، يتبقى لدينا 2. ثم نقوم بحذف 2 من شبكة المئات، يتبقى لدينا 1 مئات. إذن الناتج هنا عايز الطالب 123. أيضا عايز الطالب يمكننا تمثيل العدد الكبير على لوحة المعداد كالآتي. نقوم بوضع 7 خرزات الممثلة في الأحاد، وهو الرقم 7، بوضع 7 خرزات في خانة الأحاد، ثم نمثل خانة العشرات الممثلة في الرقم 5 بوضع 5 خرزات ممثلة في العشرات، أيضا بوضع 3 خرزات ممثلة في خانة المئات. ثم نقوم بطرح 234 من العدد 357 كالآتي. نقوم بطرح الأحاد، ثم طرح العشرات، ثم طرح المئات كالآتي. نقوم بحذف 4 خرزات من 7 خرزات. لاحظ ما عايز الطالب، 1 2 3 4، كما يتبقى لدينا 3 خرزات. نذهب إلى خانة العشرات، فكم نحذف من خانة العشرات؟ أحسنت يا بطل، نقوم بحذف 3 خرزات، 1 2 3، فكم يتبقى لدينا 2 من الخرز في خانة العشرات. أيضا نقوم بحذف 2 من خانة المئات كما تلاحظ، 1 2، فكم يتبقى لدينا خرزة واحدة. أحسنت يا بطل، هيا بنا نقوم بقراءة الرقم 123. أحسنتم يا أبطال. لاحظ هنا عزيزي الطالب العددين 357 و234،
لقد قمنا بتمثيل العدد 357 عن طريق المعداد وعن طريق قطع دينيز. هنا لاحظ عزيزي الطالب ان العدد 357 يسمى المطروح منه، والعدد 234 يسمى المطروح، 123 يسمى الناتج. تمرن اوجد الناتج. اليك عزيزي الطالب هذا المثال سنقوم بحله. نقوم بنطق الارقام من اليسار، 743 ناقص 231. نقوم بطرح الاحاد مع الاحاد، ثم العشرات مع العشرات، ثم المئات مع المئات. 3 احاد ناقص 1 احاد يساوي 2 احاد. 4 عشرات ناقص 3 عشرات يساوي 1 عشرات. 7 مئات ناقص 2 مئات يساوي 5 مئات. أوجد الناتج. لك أيضا عايز الطالب مثال آخر، 579 و176. نقوم أيضا بطرح الأحاد مع الأحاد، ثم العشرات مع العشرات، ثم المئات مع المئات. أولا نبدأ بفعلة الأحاد، 9 ناقص 6 الناتج يساوي، فكر معي يا بطل، أحسنت، يساوي 3. 7 عشرات ناقص 7 عشرات يساوي 0 عشرات. 5 مئات ناقص 1 مئات يساوي 4 مئات. أوجد ناتج مالي ثم تحقق من صحة الناتج. إليك المثال التالي، 536 ناقص 220، 6 ناقص 0 6، 3 ناقص 2 1، 5 ناقص 2 يساوي 3. لاحظ هنا عزيز الطالب أن العدد 536 يسمى المطروح منه، العدد التالي 220 يسمى المطروح، هنا باقي الطرح 316 اللي هو باقي الطرح أو الناتج. كيف يمكننا أن نتحقق من صحة الناتج؟ نقوم بجمع الناتج مع المطروح، 316 زائد 220 هيكون الناتج 536. قمنا بجمع الأحاد ثم العشرات ثم المئات، ولاحظ هنا عزيزي الطالب أننا قمنا بوضع الأرقام تحت بعض. أوجد ناتج مالي أيضا ثم تحقق من صحة الناتج، 814 ناقص 702. نقوم بطرح الأحاد ثم العشرات ثم المئات، 4 ناقص 2 2، 1 ناقص 0 1، 8 ناقص 7 1. كيف يمكننا أن نتحقق من صحة الناتج؟ نقوم بجمع الناتج مع المطروح، هكذا 112 زائد 702 يكون الناتج 814. أكمل. أمامك ريبورت، في هنا مدخلات من الأرقام، نقوم ب وضعها داخل هذا الريبوت، يخرج من الصوب الثاني يعطي مخرجات. نقوم بطرح العدد 30 من 65 ينتج 35. أيضا نقوم بطرح 30 من 142، نقوم بإدخال 142 داخل هذا الريبوت، ثم يطرح منه 30 يكون الناتج 112. أيضا 730 يدخل من هنا ثم يمر على طرح 30 منه يكون الناتج 700. ننتقل هنا عايز الطالب إلى درس آخر من دروس مادة الرياضيات بعنوان طرح عدد مكون رمزه من 3 أرقام على أكثر من آخر أكبر منه مع إعادة التسمية. تذكر معي عايز الطالب، أوجد الناتج، 849
ناقص 417 يساوي، نقوم بطرح الأحاد ثم العشرات ثم المئات. 9 ناقص 7 يساوي 2، 4 ناقص 1 يساوي 3، 8 ناقص 4 يساوي 4. إذن الناتج 432. تمرن أوجد الناتج. لك المسألة التالية، هنا الطرح مختلف عن السابق، هنا الطرح فيه إعادة تسمية، فكيف يمكن إعادة التسمية؟ لاحظ معي، هنا العدد 275 ناقص 16، هنا الخمسة في خانة الأحاد، تحتها مباشرة العدد 6 أو رقم 6، هنا 6 لا يمكن حذفها من داخل الخمسة، لأن الستة أكبر من الخمسة. هنا العدد 5 يذهب إلى العشرات ويسأل السبعة هل ممكن أن تعيد تسميتي؟ السبعة تقول له نعم، خذ مني 1 بـ10. السبعة نقوم بحسبها تصير 6 لأن أخذ منها 1 بـ6 أصبحت 6، والخمسة أصبحت كام؟ أخذنا من 1 بـ10 على زودناها على 5 أصبحت 15. يبقى 15 ناقص 6 يساوي 9، 6 ناقص 1 يساوي 5، 2 ناقص ما في رقم تحتها يكون نفس الرقم. أوجد الناتج. إليك مسألة أخرى في عملية الطرح بإعادة التسمية، 485 ناقص 93. لاحظ هنا 5 في خانة الأحاد، تحتها مباشرة العدد 3. هل نستطيع هنا أن نقول 5 ناقص 3؟ نعم، لأن العدد 5 أكبر من 3، هنا لا يوجد إعادة تسمية، الناتج يساوي 2. لاحظ هنا في خانة العشرات، 8 في الأول ناقص 9، 9 في الصوب الثاني، إذن 9 أكبر من 8، فهنا لا نستطيع أن نقول 8 ناقص 9، ولكن من هنا نقوم بإعادة تسمية. إعادة تسمية أن نقوم بأخذ رقم من الأربعة بعشرة، الأربعة تصير 3، والثمانية تصير 18، ونقول 18 ناقص 9 تساوي 9، 3 ناقص فيش أرقام تحت أو صفر تساوي 3. أوجد ناتج ما يلي ثم تحقق صحة الناتج. إليك المثال الآخر، 641 ناقص 203. نقوم بطرح الأحاد مع الأحاد، ثم العشرات مع العشرات، ثم المئات مع المئات. هنا 1 ناقص 3، هنا نقوم بإعادة تسمية الواحد، نذهب إلى خانة العشرات، نأخذ 1 من الأربعة تصير 3 عشرات، ثم نقوم بإضافة 1 عشرات إلى 1 في خانة الأحاد ليصبح 11، 11 ناقص 3 يساوي 8، 3 ناقص 0 3، 6 ناقص 2 4. لكي نتحقق من صحة الناتج نقوم بجمع الناتج مع المطروح. الناتج عندي الموجود 438 زائد 203، نقوم بجمع الأحاد ثم العشرات ثم المئات. 8 زائد 3 11، ولكن لا تكتب كاملة، نكتب أول رقم في خانة الأحاد اللي هو 11 1، ثم نضيف 1 عشرات إلى خانة العشرات، تصبح هكذا 1 زائد 3 4، 4 زائد 0 4، 4 زائد 2 يساوي 6. أوجد ناتج ما يلي ثم تحقق من صحة الناتج. إليك مثال آخر، 274 ناقص 189. نقوم بطرح الأحاد ثم العشرات ثم المئات. 4 ناقص 9، هنا لاحظ أن الأربعة أصغر من 9، فيجب علينا إعادة تسمية الأربعة. الأربعة تصبح 14، والسبعة في خانة العشرات تصبح 16. إذا نجري عملية الطرح، 14 ناقص 9 5، 6 ناقص 8، أحسنت يا بطل، نقوم بإعادة تسمية العدد 6، الاثنين يصبح 1 مئات، الستة تصبح 16 10. إذا نجري عملية الطرح، 16 ناقص 8
8 1 ناقص 1 يساوي 0. لكي تتحقق من صحة الناتج يجب عليك اتباع الخطوات التالية. نقوم بجمع الناتج مع المطروح 85 زائد 189. نجمع الأحاد ثم العشرات ثم المئات. 5 زائد 9 تساوي 14. لاحظ هنا عايز الطالب لا تكتب 14 كاملة ولكن نكتب أول رقم 4 ونضيف هذا الواحد، هذا 11 وحدات، 10 وحدات بواحد عشرات، نضيفه إلى خانة العشرات. الواحد يصبح 1 زائد 8 9، 9 زائد 8 17 10. لا تكتبها كاملة ولكن اكتب أول رقم 7 ثم قم بإضافة 10 العشرات بواحد مئات، نضيفه إلى خانة المئات، يبقى 1 زائد 1 يساوي 2. إذن لقد تحققنا من صحة الناتج. أوجد ناتج ما يلي. لكن مثال آخر 965 ناقص 785. لاحظ هنا عايز الطالب أن هذه الطريقة طريقة أفقية، ومن قبل كنا بندرس بالطريقة الرأسية وهي طريقة سهلة في عملية الطرح. هنا لابد أن تكون الأرقام متباعدة قليلا حتى يتسنى لك عملية الطرح بطريقة سهلة. نقوم بطرح الأحاد ثم العشرات ثم المئات. قم بالتركيز جيدا في عملية الطرح. 5 ناقص 5 يساوي 0. 6 ناقص 8، أحسنت يا بطل. نقوم بإعادة التسمية. 6 تصبح 16، والتسعة التي تليها تصبح 8. نجري عملية الطرح. 16 ناقص 8 تساوي 8. 8 ناقص 7 تساوي 1.